الموضوع ده للأسف يا أستاذ توفيق مفهوش أي تسكيات. إزاي بقى؟ أنت بحكم ماضيك في الشركة تقدر تعمل كتير. زي إيه؟ يعني علاقتك بالمدير العام؟ لا، أنا علاقتي بالمدير العام علاقة عمل لصالح الشركة. والمناقصة دي لو رست علينا هتبقى برضو لصالح الشركة. من ناحية إيه؟ يعني شركتي أنا وزهدي بيه هي أقدر شركة على تنفيذ المشروع وبجودة عالية. تعرف طبعا يا أستاذ توفيق إن إحنا هنا خاضعين لنظام معين في السوق، يعني اللي بيقدم أفضل أسعار هو اللي بترسى عليه المناقصة. أنا عارف إن المنافسة شديدة جدا، لكن برضو عارف إن الخواطر لها دور. لا لا يا أستاذ توفيق، عندنا هنا في الشركة مفيش مسألة الخواطر دي. حتى لو كان عشان خاطري أنا. أنت كده بتحرجني. أنا ممكن أساعدك في حدود الصح الممكن أو في إطار الاستفادة المشتركة. الاستفادة المشتركة؟ تقصد إيه؟ أقصد إنك ممكن تطلع بعمولة كويسة. عمولة كويسة، ده بقى الاسم المهذب للرشوة، مش كده؟ رشوة إيه بس يا أستاذ وجدي؟ أنت ليه واخد الأمور بحساسية؟ قصدك بشرف. أستاذ وجدي دي مسألة مشروعة متعارف عليها. جايز بالنسبة لك. على العموم قدم بالطرق الرسمية، وأنا أتمنى طبعا المناقصة ترسى عليك. ربنا يقدمك في الخير. أنا هقدم والبركة فيك. ها؟ متشكر يا أستاذ وجدي. على إذنك. ده انا ماشي بقى. مستعجل ليه؟ معلش ورايا مواعيد كتير جدا، يومين كده همر عليكوا تاني. سلام. سلمني على عبله. وما تنسيش تاكدي على الاستاذ وجدي يمشي لنا المناقصه دي. حاضر. اصل انا شايف ان الاستاذ وجدي روتيني شويه. قصدك دقيق شويه. باختصار يا ناه، المناقصه دي يتوقف عليها حاجات كتير جدا. باختصار هي فرصه عمري، يعني لو خسرتها مش هعرف اعوضها. ها، أسيب الموضوع ده عليكي؟ أمشي وأنا مطمن يعني؟ طمن يا توفيق. متشكر قوي يا ناهد. سلام عليكم. سلام. ايه يا ولد مالك؟ لا ابدا مفيش اي حاجه. لا ابدا ايه؟ شكلك متغير. توفيق ضايقك في حاجه؟ لا ابدا، ده يعني حصل كده سوء تفاهم بسيط يعني. حوالين المناقصه يعني؟ خير؟ لا ما تشغليش بالك، ده تفاصيل في الشغل. ممكن اعرفها؟ بعدين يا نهت، بعدين. وجدي اصرف نظر لو الموضوع ده فيه حاجه تضايقك او تسبب لك اي حرج. لا ابدا، انا طبعا اتمنى ان المناقصه ترسى عليه، ده شيء يسعدني، بس كان لازم يعرف يعني ان في شروط بيتساوى فيها قدام اي حد تاني، في طرق رسميه. هو بيطلب ياخد المناقصه دي بطريقه مش رسميه؟ ايوه. خلاص اعتبر الموضوع ده منتهي، بس ما تزعلش نفسك، أنا أسفة بالنيابة عنه. ما تقوليش كده يا نهد، أنا بس كنت أتمنى إنه يعرف إن الأسلوب ده غلط، ما كانش يجب إنه يستعمله معايا، بصرف النظر عن إني جوز أخته، لازم يعرف إن الأسلوب ده غلط معايا أو مع غيري. أنا فاهماك يا وجدي، بس ظهر إن هو اللي عمره ما هيتغير أبداً.
وادي 20,000 جنيه تانيين. برضه حضرتك مستعجله قوي وزعلانه قوي قوي قوي. ليه خير؟ يعني عشمتي انك انت هتتصل وما اتصلتش. ايوه اصل انا مضطر اصرف نظر على الموضوع ده. يا خساره. ليه؟ اصلي كنت مستني مبلغ كده وما جاش، وانا معيش غير 5,000 جنيه وما اعتقدش ينفع. لا طبعا ينفع، بس في الحاله دي الارباح يعني هتبقى بسيطه شويه. انا تحت امر حضرتك، يعني اجيب الفلوس؟ وانا في انتظارك في اي وقت. عموما بغض النظر عن المشروع ده، الشركه شركتك، وانا في انتظارك في اي وقت انت عايز. انا متشكر جدا يا فندم، وسعيد جدا بحضرتك ومتفائل بحضرتك قوي. ايه يا فندم بتحكي ليه؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا. جنابك وحضرتك وسيادتك. انا فعلا سيدة اعمال، بس ساعات بقى ما بحبش الرسميات دي. ايه رايك تبقى طارق وكريمة؟ اتفقنا؟ وده معقول يا فندم؟ لا ده انت مالكش حل ابدا. واجد انا مش عاوزك تزعل مني. وانا اللي يمكن هزعل منك ابدا؟ ده اخو مراتي هتبقى خال ولادي. طبعا طبعا، وعشان كده انا اتصلت بيك. خير؟ ابدا خير ان شاء الله. بس الحقيقه انا بعد ما قابلتك في مكتبك انا راجعت نفسي في كل الكلام اللي انا قلته لك. قلت ليه يا توفيق ما تحطش ايدك في ايد وجدي جوز اختك ونشتغل سوا. هنشتغل في ايه؟ ايه رايك في المقاولات؟ المقاولات كويسه بس محتاج راس مال. ولا يهمك. ولا يهمني ازاي؟ دي بتحتاج مبالغ ضخمه جدا. الله، هو انت نسيت وضعي في البنك اللي انا كنت شغال فيه ولا ايه؟ لا بس هو البنك ممكن يعني يمول مشروع من غير ما يكون عنده ضمانات كافيه. دي لعبتي بقى. لعبتك؟ طب و هنبدا بايه؟ ايه رايك في مشروع الاسماعيليه؟ مشروع الاسماعيليه قصدك ايه؟ كل خير طبعا. ايه يا واد يا بخت من نفع واستنفع. انت عارف مشروع الاسماعيليه ده يطلع نصيبك لوحدك فيه قد ايه؟ ربع مليون جنيه. اسمع يا توفيق، انا عايز اقول لك كلمتين جايز تفتكرني بيهم. الفلوس مهمه جدا لكن مش اهم حاجه في الدنيا. الله، وبعدين يا واد بقى ما تحيرنيش معاك يا اخي. انا مش بحيرك ولا حاجه، المشكله كلها ان انا فهمتك. اللي يبيع نفسه يبقى عبد اللي اشتراه، وانا لا يمكن ابدا يا توفيق ابيع نفسي. عن اذنك يا تيتو. هايل، مقدمه كويسه قوي المقال. هتكمليه ازاي بعد كده بقى؟ هتكلم عن تجار العمله اللي بيسببوا في تخريب الاقتصاد الوطني. مهم قوي انك تذكري اثر ده على الشعب، لان الناس في النهايه هم اللي بيتحملوا اثر التخريب ده اللي بيظهر واضح في ارتفاع الاسعار وتدهور الجنيه المصري قدام الدولار. بسبب المضاربه اللي بيقوم بيها تجار العمله عشان يخلقوا سعر مصطنع للبنكنوت الاجنبي. بالظبط، ده غير تصديرهم للعملات الاجنبيه. واضح جدا ان المقال ده لما هيتنشر هيعمل ضجه كبيره جدا. المهم الحقيقه توصل للناس. عارف لسه في نقط كتير لازم اغطيها في المقال. زي ايه؟ يعني اني استشهد باراء الخبراء في الاقتصاد والعاملين في البنوك. لسه قدامي مرحله اجمع فيها وجهات نظر الاقتصاديين، وهحاول اني اقابل مديرين البنوك وبعض العاملين فيها، وطارق جوز اختي اكيد هيساعدني في معلومات قيمه. على فكره يا ساميه، انا سعيد جدا بطموحك ده. ده واجب وطني. كفايه بقى يا ساميه، الساعه بقت 3 وزمان الباشمهندس جاع. الحقيقه يا محمود دي مناقشات الانسه ساميه تشبع. ايوه تشبع انت واموت انا من الجوع. ها يلا يا استاذ، يلا بقرغوا بعدين يلا. طيب انا عندي اقتراح يا بابا. يعني نتغدى في النادي ونكمل مناقشه. نتغدى في النادي، يبقى الصحفيه اللامعه مش مجهزه اكل في البيت. طيب بلاش الاحراج الانساني ده يا بابا. موافق يا باشمهندس؟ انا شخصيا موافق بس على شرط، انا اللي عازمكم. لا عقابا ليها هي اللي عازمانا. يلا 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 اتفضلي يا بنت اتفضلي. منصور باشا، مساء الفل.
مساء الجمال، مساء الروعة، أحلى مساء في الدنيا كلها. أهلاً أستاذ توفيق. أهلاً بيك يا فندم. تسمح لي سعادتك أخذ من وقت حضرتك 5 دقايق بس؟ مفيش مانع، اتفضل. شكراً يا فندم. مساء الخير يا معالي الباشا. مساء النور. مساء الخير. مساء الخير. عمر ما عليك يا باشا. شوف الاستاذ توفيق ياخد ايه. لا يا فندم، لا لا لا، مش هقدر اشرب حاجه سعادتك. لازم تاخد حاجه. ما دام لازم يا فندم يبقى طلبات سعادتك اوامر. قهوه عليها. وما عليك يا باشا، هات لي العصير بتاعي. كيس عصير. خير يا استاذ توفيق. هو الحقيقه منصور باشا، انا مش عارف ابدا مع سعادتك منين بالظبط. فعلا فعلا فعلا. ايه يا فندم؟ فعلا زي ما كلموني عنك بالظبط. مين دول يا فندم؟ مش مهم. فعلا مش مهم، انا شخصيا مش فاهم حاجه ومش مهم، بس يعني يا ترى اللي بيتكلموا عني دول اتكلموا بالخير ولا بالشر؟ مش ده المهم. امال ايه المهم يا باشا؟ الذكاء، الذكاء وبس. ويا ترى يا باشا انا حزت القبول ولا لا؟ ما اقدرش اقول لك رايي دلوقتي. افهم من كده يا باشا ان انا محل دراسه. مفيش حد في الدنيا مش محل دراسه. بالدراسه بيتحدد الموقف بالقبول او الرفض. ما قلتليش يا توفيق انت كنت عاوزني في ايه؟ والله يا باشا الحقيقه انا من ساعه ما قعدت مع سعادتك وانا مش عارف انا كنت جاي ليه ولا عايز ايه بصراحه يعني. لكن انا عارف. تحب اقول لك؟ انت كنت عاوز تتعرف عليا وبعدين تعرض عليا خدماتك عشان نتعاون سوا، مش كده ولا انا غلطان؟ غلطان؟ ده كلام يا باشا؟ حد في الدنيا يقدر يطلع منصور باشا غلطان؟ حاشا لله، حاشا لله يا باشا، مش ممكن. لا يمكن يذكروا سعادتك الا بكل خير ان شاء الله. طب الحق، زهدي بيه حبيبك وصل. دي هدايا بسيطه بتقدمها الشركه لعملائها الكرام. متشكر قوي يا فندم. لا ازاي، ما ترفضهاش، وبعدين احنا بنعتبرها نوع من الدعايه. اتفضل اتفضل اخويا، اتفضل استاذ طارق. عموما بص يا سيدي، ده طقم اقلام مكتوب عليه اسم الشركه عشان ان شاء الله كده لما تكتب لي اول شيء تفتكرني على طول. ودي كالكيوليتر عشان تحسب بيها الرصيد اللي في البنك ان شاء الله. ودي محفظه عشان الفلوس لما تكتر ترصها فيها. هاي دي بقى اجنده، التصميم بتاعها عامله مصمم ديزاينر فرنساوي. انا عندي هنا في الشركه على فكره قسم كبير قوي للتصميمات الجماليه، بيشرف عليه ناس خريجين فنون تطبيقيه وفنون جميله. واضح ان شركتك عصريه قوي. المنافسه عايزه كده، المنافسه عايزه ان صاحب اي شركه يبقى متطور جدا، مطلع على احدث الاساليب في الدعايه والاعلان. الحقيقه انا في الاول كنت متردد تتعاون معايا، مش كده؟ خصوصا بعد الموقف اللي عامله معايا محمود بيه. ايوه. ودلوقتي؟ لا طبعا خلاص. طب يا حبيبتي، طيب مع السلامة. يا الحمد لله، واضح ان في اخبار ظريفة محمود دي. عبلة سلمت الشغل النهاردة في الكلية، وده اول يوم ليها هناك. بتدي محاضرات لسنة اولى. كان امل كبير وتحقق الحمد لله. الف مبروك. الحمد لله ان جوزها اقتنع اخيرا ووافق انها تشتغل. ايوه بس بعد ايه؟ بعد ما تعرضت لازمه كبيره قوي. المهم انها في النهايه حققت رغبتها واشتغلت. عقبال بقى الماجستير والدكتوراه ان شاء الله. لو ركزت وربنا هدى جوزها على طول ممكن تاخد الماجستير والدكتوراه في زمن قياسي. عبله ذكيه جدا. لا الحقيقه مش عبله بس. وهدى كمان. وساميه. وسام يا كمان. وبعدين
وبعدين هم هيطلعوا مش اذكياء لمين اذا كان والدهم هو الذكاء نفسه؟ بقيت انطاجي عدوله. انا يا فندم ما حضرتك عارف ان اللي في قلبي على لساني على طول. وهتفضل كده دايما يا عادل. الانسان اللي معدنه اصيل ما يتغيرش ابدا مهما كانت الظروف والاحوال. لولا يا فندم ان خايف انك تقول عليا اونطاجي تاني كنت قلت ان كلام سعادتك نشان اعلقه على صدري. عادل انت اونطاجي. حسن حسن يا سلام يا سلام مبروك. عقبال العمليات الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله. تصدق انت راجل طيب ووشك سمح وابن حلال وشنطه. تصدق بقى ان الست كريمه ما تصدق تلاقي واحد ينكشش في دماغها وشويه شهر والتاني يركب عربيه احدث موديل والسب بيسب الكل يستتب. كله بامر الله. الف سلامه يا بيه. شرفت يا بيه. شرفت شويتين دول. مع السلامه بيه. مع الف سلامه. اتفضل يا استاذ وجيه. ربنا يخليك. ربنا يخليك. استنى بس لما استنى انا ايدي واحده كده. شاكرين قوي. اختي عايز ايه وجيه؟ ذيس بنانا. معقوله يا وجيه؟ معقوله هنذاكر هنا فولو مي؟ ايه ده؟ ذيس از ان ابل. ابل ايوه. عايز ايه دلوقتي بقى؟ ذيس از ابل. قبل بيه تقيلة يا حبيبي. This is... المهم بس بس انا عايزك تلطعي لي امضتك الكريمه هنا يا ست كريم. حاضر حاضر. بقول لك ايه يومين كده وتتصل بالاستاذ عزت قول لي قول لطارق يجي ياخد فلوسه وارباح العمليه. ارباح العمليه؟ هو احنا عملنا عمليات؟ هنبقى نعملها بعدين. ايه ده نظام جديد في الشركه ده ولا ايه؟ نكسب العمليه وبعدين نبقى نقوم بيها؟ ايوه يا سيدي. بالنسبه للعمليه دي بالذات هو النظام كده. مش معنى يعني العمليه دي بالذات. الله وجيه. خلاص هرشتها. فهمت حقيقي فهمت. يبقى انت عايزه تطمعيه وتجر رجله صح؟ برافو ما شاء الله عليك. انا خايف عليك تتحسد. ايه الذكاء الغير عادي ده يا وجيه؟ طب عايزه تطمعيه وتجر رجله ليه وجيه؟ خلاص وقتك انتهى. جهز له 6000 جنيه. اوكي. ولا اقول لك خليهم 7. حط الشنطه في الفرع. حاضر. ايه يا استاذ؟ كنت عمال تقول لي المناقصه هترسي علينا. المناقصه في جيبك، محدش هياخدها الا احنا. معلش يا فندم. أنا آسف جدا. أنا راهنت على حصان خسران يا فندم. حصان؟ إحنا إيه؟ شغلنا في حصانة يا أستاذ؟ يا فندم الراجل اللي أنا اعتمدت عليه خلي بيا. ده السبب إن المناقصة طارت مننا. لكن إن شاء الله يا فندم زي ما بيقولوا الجايات أكتر من رايحات. جايات ورايحات أمثلة بلدي. ده أنت حكايتك بقى حكاية. يا فندم أنا آسف جدا. إن شاء الله ربنا يكرمنا في العمليات اللي جاية. ما تقلقش يا فندم. المهم يا فندم الليلة حضرتك هتسهر فين؟ نسهر فين؟ حد له نفسي يسهر يا أستاذ؟ هننام بدري. اتفضل على مكتبك. حاضر يا فندم. حاضر. أنا آسف جدا يا فندم. شوف يا عم الصبح هادي محاضرات وبعد الظهر هشتغل في الماجستير وبالليل هرسم وقبل ما يخلص الموسم التشكيلي اكون عملت معرض خاص. كويس البرنامج ده؟ لا طبعا مش كويس. معقوله ليه يا عم؟ المفروض انك تعملي 3 معارض وتشتركي كمان في المعرض العام ومعرض جمعيه الفنون الجميله وبناء الاسكندريه وتاخدي كام لوحه تلف بيهم دول اوروبا كلها. يا عم حضرتك بتتريق عليا. واحده يا عم. واحده الدنيا ما تتاخدش قفش كده. انت عايز تصادر احلامي صح؟ بالعكس انت عارفه ان رايي دايما ان الشخص غير القادر على الحلم هو الشخص غير السوي وان الاحلام هي اللي بتخلق واقع اجمل واعظم. لكن الاحلام دي لازم تتنظم يبقى فيها خطوات فيها تامل ودراسه وبحث. مش كده ولا ايه؟ كده يا عم. على اسمك بقى اروح احقق احلى احلامي
وأدرس أول محاضرة. تفضل. ربنا يوفقك. طيب ماشي. بس بالمناسبة بقى باشا، ويكون في علم سعادتك أنا العقل المدبر والمنفذ لكل أعمال زهدي بيه، مش بس كده هو كمان ما يقدرش يستغنى عني. بس برافو عليك يا واد يا توفيق، قدرت تخدعه. تلميذ سعادتك يا باشا. ما بلاش يا ابني كلمة تلميذ دي، ده أنت مدرسة لوحدك، بكره يدرسوها في جمعيه رجال الاعمال. اخجلتم تواضعنا يا باشا. ما وصكش يا توفيق، على قد ما هتعمل على قد ما هتاخد. اتفقنا؟ اتفقنا يا باشا. شوف وشك بخير يا كريم، هتوحشيني. انت كمان هتوحشني قوي يا وجيه. قول لي حافظ، اول ما توصل هناك هتعمل ايه؟ حافظ تحب اسمعك؟ سمع. بس بقول لك ايه، مالي معروف عشان خاطري، انا بخاف من ركوب الطيارات. بلاش حكايه الطيارات دي، انا ممكن اخدها لغايه هناك. ماشي ماشي، هتوصل على سن المعاش. ما انا اول ما اوصل هتصل بيك. تتصل بمين؟ انا هكون مت من زمان، هتصل بالورثه او الاحفاد. المهم عرفت اول ما توصل هناك هتعمل ايه؟ هتتصل بالمصريين اللي هناك ازاي؟ ايوه فاهم، ولو عطلت في اي حاجه هبص في الورقه اللي انت مديهاني. كويس. بقول لك ايه، لو قابلتك اي مشاكل اي معوقات هناك اعمل فاكس. نعم؟ اعمل ايه؟ تعمل فاكس. انا اعمل فاكس؟ يا اخي ابعت لي انا فاكس، فهمت؟ ابعت لك فاكس. مامي مع السلامه. اوكي مش مشكله، ابعت لك فاكس. اوكي. بس بقول لك ايه، راجع نفسك في حكايه السفريه دي من المعروف عشان خاطر. بقول لك ايه، بلاش جلع، احنا بنهزر ولا ايه؟ خلاص مش بنهزر. مع السلامه. مع السلامه. بس بقول لك ايه، الله يخليك، قابلي معروف. اوعى الاقي حد هنا في الوظيفه بتاعتي. الوظيفه بتاعتك؟ اطمن، الوظيفه بتاعتك من اساسه ملهاش وجود. تشكر يا اختي. ايوه تشكر يا اختي. تشكرك كريمه. مع السلامه. الله يسلمك، هتوحشيني. انت كمان وجيه. كريم هتوحشني يا وجيه. هتوحشني. خلي بالك من نفسك قوي، ربنا موجود. اول ما توصل هناك يا حبيبي اشتري لك بدلتين نضاف شويه، شكلك كده وحش قوي. البطاطين اللي انت بتفصلها دي مش معقول ابدا. مش بلاقي مقاسي. معلش يا حبيبي، هتلاقي هناك كل حاجه. ها والبتاعه دي، البتاعه دي، ابقى ارمي الحاجات دي كلها يا حبيبي، وهات لك كرافته ومنديل جديد. هتوحشيني يا كريمه. انت كمان يا حبيبي. مع السلامه. خلي بالك من نفسك يا وجيه. مع السلامه يا وجيه. مع السلامه. يا باشا يا باشا اسمعني ارجوك. من فضلك يا توفيق سيبني دلوقتي، انا مش عايز اسمع منك اي حاجه. يا فندم سعادتك اعتبرني ندل، اعتبرني مجرم، اعتبرني زي ما تعتبرني، بس لازم تسمع دفاعي. عايز تقول ايه بعد ما شفتك بعناية دول مع الراجل العبان اللي اسمه سمير؟ عاوز اقول اللي حضرتك عاوز تعرفه. انا مش عايز اعرف منك حاجه. بقى ده كلام؟ احنا اتعلمنا من زهدي بيه ان مفيش اي قرار يتخذ في حاله غضب. ومين قالك ان انا غضبان؟ اهو اللي انا شايفه، اهو بقى زهدي بيه الراجل العاقل، الراجل الحكيم، الراجل اللي بيوزن الدنيا دي كلها بعقله، مش غضبان دلوقتي. عايز تقول ايه؟ اتفضل اتكلم. عاوز اقول لحضرتك ان سمير افندي ده هو الدراع اليمين لكريم الناظور دي. مش بس كده، ده بيعمل شغل كمان مع منصور بيه. ايه؟ معقول؟ دول مافيا يا افندي. الحكاية دي تستاهل اكتر من تحقيق صحفي، وخصوصا انها تتفق مع القضية اللي انت مهتمة بيها. فعلا يا فندم، لانه بيمثل خطر كبير على النشاط الاقتصادي اللي في البلد. قهوة بن تقيل معتبر ومحوج وكله تمام التمام. مش عوايدك يعني يا عدول. اصل النهارده سعاده البيه جايب لك الاخبار الطازه اللي هي. اخبار ايه؟ كله تمام يا بيه، من طقطق لسلام عليكم.
ده انا عبدول برضو بتاعك، لا زي زي ولا اي اي. طب قول قول بس من غير لمرة. انا بيه مسجل كل حاجة هنا، قلت يعني لحسن انسى كلمة كده ولا كده. وريني. اتفضل يا سعادة البيه. لا لا مؤاخذة يعني، ده انت كلك مفهومية يا سعادة البيه. يا ساتر عليك، ايه ما تعملش حاجة كده لوجه الله. خد يا سيدي. كويسين دول؟ الله الله يا سعادة البيه. تشكر، يدوم. اتفضل يا بيه. هات بقى. ايه؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه يا بيه؟ ايه دي؟ دي وردت 40,000 جنيه فقط لا غير من قيمة القرض. ايه ده يا بني ادم ده؟ في حد اسمه كرامة؟ كرامة ايه بس يا سعادة البيه؟ كريم النضرجي. كريم النضرجي؟ انت متأكد يا عادل؟ هو انا هغشك يا سعادة البيه؟ الورق اولا ما بيكدبش، امال يا بيه لو عرفت اللي بره الورق. ايه اللي بره الورق يا عادل؟ يعني لما اخذ يا سعادة البيه، طارق بيه وهي اخدين يعني على بعض، كلمة منه كلمة منها تكركر من الضحك. ده عليها ضحكة يا سعادة البيه، يا ألطف الله، تطلع القلب من جوه. بيتكلموا في ايه يا عادل؟ في كله يا بيه، جوه الشغل وبره الشغل. أصلهم يا سعادة البيه أخدين على بعض شوية، يعني بينهم معاملات وتعاملات. أجيب لحضرتك قهوة بن محوط تقيل. هاتلي قهوة بن محوط وتقيل كمان. هيا يا بلبل، اخبارك ايه في الكليه؟ الحمد لله. النهارده رحت المتحف الاسلامي مع تانية تصوير. تعملوا ايه هناك؟ يعني بينقلوا الزخرفه الاسلاميه وانا بشرف عليهم. والاشراف ده داخل في صميم شغلك ولا بتاخدي عليه حوافز ومكافئات؟ لا طبعا داخل في صميم شغلي. دنيا غريبه. ليه؟ شوفي انت بقى بتتعبي قد ايه، وانا بشتغل صبح وبعد الظهر ويا دوب قادرين نعيش. غيرنا بقى بيكسب ألفات مؤلفة وهو قاعد مكانه من غير أي مجهود. متهيألي أي حد بيكسب ألفات مؤلفة من غير أي مجهود يبقى حرامي أو مرتشي أو من الطبقة الجديدة بتوع رجال الأعمال. دول بقى بيهبشوا هبشات جامدة، وده نظير عمولات، وللأسف بيلاقوا في كل مكان اللي يسهل لهم العمليات دي. آخرهم واحدة تعرفيها أنت كويس، مليونيرة. واحدة مليونيرة أنا أعرفها؟ مين دي؟ كريمة النضرجي. إيه دي؟ دي ليها رصيد عندك في البنك؟ هو وبتاخد قروض نظير السمعة الحسنة. كريمة النضرجي سمعتها حسنة؟ اللي بيقول كده موظف في البنك بيكتب عنها تقارير، وطبعا هو بيستفيد كمان. والموظف ده انت تعرفيه كويس. مين ده؟ للأسف طارق. ياسمين، هدى، هدى. امال ياسمين فين؟ نايم. شفت جبت لها ايه؟ طب غمض عينيك كده. ايه رايك في الذوق ده؟ مش جميل؟ جبت الفلوس دي منين؟ مش تاخد الهديه الاول وبعدين تكلميني في موال الاسراف ده؟ عارفه. جبت الفلوس دي منين؟ مش انا سبق وقلت لك ان انا عايز اعمل مشروع استثمر فيه الفلوس اللي معانا؟ حصل والحمد لله وكسبت. كسبت ولا خدت عمولة من تسهيل إجراءات في البنك؟ هدى انت بتقولي ايه؟ وايه الكلام الفارغ ده؟ انت تعمل كده؟ انا مش قادرة اصدق. تصدقي ايه؟ فهميني. انت تتعامل مع كريمة النضرجي؟ دي حاجة مش قادرة اتخيلها ولا قادرة اصدقها. مين اللي قالك الكلام ده؟ متهيالك ان الموضوع كان هيفضل سر ومحدش هيعرفه، مش كده؟ سر ايه؟ اللي وصلك الموضوع ده وصلهولي غلط. انا اللي خدت عمولة ولا سهلت اجراءات، وعيت شكي في اخلاقي. جبت الفلوس منين؟ فلوس كانت نادرها كريمة النضرجي؟ لا، دخلت معاها مشروع وخدت نصيبي من الربح. ببساطة كده تحط ايدك في ايدها وتتعامل معاها؟ هدى اهدي واسمعيني كويس. كريمة جت البنك عشان تاخد قرض، وبحكم العمل كنت انا المسؤول عن اجراءات القرض ده. اتكلمت معايا
وشرحت لي ظروف موقفها مع عمه محمود، وبصرف النظر عن التفاصيل كتيرة جدا اتضح ان في لبسة في الموضوع، ومش اكتر من انه منافسة طبيعية جدا في سوق التجارة. وسيادتك اقتنعت بوجهة نظرها، ما وضع طبيعي لازم تقولك كده. امال عايزها تقولك ان هي ورا الكارثة اللي حصلت لبابا ورا قفل مكتبه؟ يا هدى بدون انفعال، وجهة نظرها منطقية. انت اللي بتدافع عنها؟ انا مش بدافع عنها ولا حاجة، كل اللي حصل انها ضحكت على عقلك بكلمتين. انا ما يضحكش على عقلي، انا مش صغير، انا بعامل ضميري. وبعدين ايه يعني لما استثمر فلوسي؟ انت مترضليش كده ولا ايه؟ استثمر فلوسك مع اي حد تاني الا كريم النضرجي. هي اللي عرضت عليا وشجعتني، برغم ان المبلغ اللي معايا يعتبر صغير. وما قلتليش ليه؟ جاي سعادتك دلوقتي تبرر لي الموقف؟ انا ما رضيتش اقول لك عشان حساسيه الموقف، وقلت استنى لما اشوف معاملتها سليمه ولا لا. وتاكدت؟ طبعا، بدليل المكسب اللي انا كسبته. وبعد المكسب اللي انت كسبته انت مستريح نفسيا وانت حاطط ايدك في ايدها؟ في الاول ما كنتش مستريح، انما بعد ما حسيت انها عايزه تساعدني تراجعت. احنا مش محتاجين مساعده من حد. هدى ارجوكي بلاش حساسيه. حساسيه؟ الظاهر ان انت اتغيرت خالص، بقيت واحد تاني. مش انت طارق اللي انا عرفته وحبيته واتجوزته؟ ايه يا توفيق، ده انت طلعت بلوى. انا تلميذ سعادتك النجيب يا باشا. كده هتخوفني منك. معقوله؟ معقوله زهدي بيه خاف مني؟ انا بتهيالي مفيش حد في الدنيا يخوف زهدي بيه. على قد ما انا بخاف من ذكائك، لكن ساعات بحس ان انا محتاج لك في شغلي. وانا ملك سعادتك يا باشا. حتى انت يا طارق حاجه غريبه فعلا، اخر ما كنت اتصور. الفاجعه كانت في واحد، دلوقتي بقت في اثنين، توفيق وطارق. لا توفيق انا ما كنتش مستريح له من الاول، لكن طارق اللي عمله ده مفاجاه كبيره. عمال انا اتلقى المفاجآت السيئه زي ما اكون بتعاقب على ذنب ارتكبته ولي شد فيه. انا عملت ايه في حياتي وحش استحق عليه ده؟ قولي. اقول لك ايه بس، في امور غريبه بتحصل الواحد ملوش اي يد فيها. هموت وانا قلقان على البنات. انت عملت اللي عليك يا محمود، سيب الباقي على الله. في النهايه لا يصح الا الصحيح. لا لا سعادتك ما تقلقش، انت حضرتك ما تعرفش وجدي بالنسبه لي ايه. واضح انك بتحبه قوي يا توفيق. ايه اللي بحبه يا فندم؟ بحبه ده جوز اختي يا فندم، ما احبوش ازاي؟ ده اكتر من اخ بالنسبه لي. على الله تكون عنده حسن ظن توفيق بيه. نعم. مش فاهم اي حاجه. لا طبعا يا فندم ما تقلقش، ده عندي حسن ظني و100% كمان. مش بالكلام، بكره نشوف. توفيق على فكره انا مش فاهم اي حاجه. مساء الخير. مساء الخير. يا ترى الاستاذ طارق سليمان موجود؟ موجود يا فندم، اتفضلي. طيب متشكر. العافيه يا فندم. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. الصحفيه الكبيره عندنا وفي البنك ده، ايه الشرف العظيم ده؟ اتفضلي. متشكر. تحبي تشربي ايه حضرتك؟ لا ولا حاجه، انا اصلي مستعجله. انت على طول يا ساميه مستعجله كده، رايحه فين يعني؟ عندي ميعاد في المجلة. ايه؟ موضوع جديد ولا مقاله جديده ولا قضيه جديده؟ ايوه، قضيه انحرافات الطبقه الجديده. قلت اعدي عليك يمكن تفيدني في بعض نقط في الموضوع. تحت امرك طبعا، بس من انهي ناحيه؟ يعني من خلال شغلك في البنك أكيد احتكيت ببعض شركات أو رجال أعمال، وشكيت إن حد فيهم له نشاط مريب. أيوة طبعاً حصل، وده بيبان من طريقة العميل في التعامل معنا. إزاي؟ يعني مثلاً لو في عميل رصيده صغير، كبر الرصيد ده في زمن برضه صغير، يبقى مثار للشك. تفتكر إن واحدة زي كريمة النضرجي ممكن يكون ليها نشاط مريب؟ لا طبعا. وايه اللي مخليك متاكد كده؟ تعاملاتها معانا في البنك مظبوطه جدا. وبره البنك اكيد مظبوطه جدا. ده بمناسبه يعني انك بتتعامل معاها؟
دي هدى اللي قالت لك؟ بصرف النظر مين اللي قال لي؟ كانت مفاجأة أغرب من الخيال. سامية، لا هي مفاجأة ولا هي أغرب من خيال. أنا فهمت هدى كل حاجة، كل الظروف وكل الملابسات، وأكيد هي قالت لك، وأنا مش محتاج أعيد الكلام ده تاني. وأنا مش محتاجة إنك تحاول تقنعني إن اللي عملته ده صح، لأنك مهما قلت برضه مش هقتنع. وعلى العموم أنت حر في تصرفاتك. لو اعتبرت نفسي حر في تصرفاتي هزعل من انفعالك ده. انت عارف علاقتي بيكي وبهدى وبعبلة وبعم محمود قايمة من زمان على المشاركة. عشان كده عملت عكس كلامك وتعاملت مع ست كانت سبب في مصايب حصلت لنا، والأمر من كده اننا عرفنا ده بالصدفة. يا سامية، سامية انت لسه فاهمة الموضوع غلط. يا ريتني كنت فاهمة غلط. على العموم انا جيت النهاردة بس عشان اقولك اني للأسف اتصدمت فيك عن اذنك. سامية، في حاجات كتيرة قوي يا استاذ يا محترم. حاجات ايه؟ مالك؟ انت ليه كده؟ انا نفسي افهم مين اللي عمل منك الشخصية الكريهة دي. انت بتقول ايه؟ انا ما اسمحلكش. انما تسمح لنفسك تكذب وتوقع وتشهر باقرب انسان وقف جنبك وكان بيعتبرك في يوم من الايام من اصدق اصدقائه. انت بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انت فاهم كل حاجة ليها علاقة بالشر بالخديعة، انما انتش عارف ان مكسبك في النهاية رخيص، لان ألعابك مكشوفه ودنيئه. بقول لك ايه، ما تعليش صوتك. انت بتكلمني في التليفون في مكتب الاداره، ارجوك مش عايز حد يسمع ولا كلمه. انت ليه متصور انك ممكن توقع بيني وبين مراتي وبيني وبين نسايبي؟ عايز توصل لايه؟ مين قالك ان انا بشوه صورتك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ من التقارير اللي انت بتبعتها لي على البيت، وانت فاهم كويس. في نفس الوقت اللي انت بتاخد فيه اكراميات وعمولات ومحدش فكر يشهر بيك، انما انت جاي تشهر دلوقتي باللي اشرف منك. لا انت زودتها قوي. انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك، وهيجي اليوم اللي هدفعك فيه كل اللي انت عملته فيها يا توفيق. بقول لك ايه، الزم حدودك. عملت ايه في عمليه الاسماعيليه؟ كله تمام يا معالي الباشا. ما حبش اسمع الكلام العين ده ابدا يا باشا. ما هو اصل بلا اصل بلا فصل. اتفضل، انا عاوز بيانات، وبيانات مكتوبه مش اي كلام. لو سعاده الباشا يأذن لي اوضح له الموقف مظبوط. اتفضل يا معالي الباشا، دي لا فتوى ولا حاجه يعني. من فضلك خش في الموضوع وقول لي انت عاوز تقول ايه بالظبط. سعادتك عارف ان الموظف اللي ماسك العمليه دي راجل عامل نفسه شريف حبتين. افهم من كده انك مش عارف تتفاهم معاه؟ اصله محبكها حبتين. يعني فشلت، العمليه راحت مننا. مفيش قدامنا غير طريق واحد. اتفضل قوله يا ناصح. الاستاذ توفيق. وتوفيق دخله ايه في الموضوع؟ ما هو الموظف الشريف ده يا معالي الباشا يبقى جوز اخت الاستاذ توفيق. انت متاكد؟ لا هدى، انا مش معاكي ابدا. اللي انت عملتيه ده غلط. غلط؟ غلط ازاي يا بابا؟ وحضرتك اللي بتقول كده؟ هقول انا من ساعتها مش قادره اصدق. هو ده طارق؟ طارق اللي فتحنا له بيتنا وقلوبنا؟ هو على الاقل توفيق كان باين من اولها وواضح، لكن طارق؟ وبعدين بقى يا هدى اهدي شويه، خليني اعرف اتكلم معاكي. هتكلمني في ايه؟ هتقول لي اللي حصل ده ما حصلش، ولا ان طارق ما يعرفش كريم النضرجي وما يعرفش اللي عملته فيك وفينا؟ لا مش قصدي يا هدى. اللي انا عايز اقوله ان طارق ده جوزك وابو بنتك، ومهما حصل هو ليكي وانت ليه،
ولما تختلفوا مع بعض يعني تفهموا مع بعض بأي طريقة غير إنك تسيب البيت. يا بابا ده مش مجرد اختلاف شخصي بينك وبيني، ده موضوع بيمسنا كلنا. أيوة بس في النهاية علاقته بيها أهم بكتير من علاقته بينا، فاهمة يا سامية؟ أنت اللي بتدافع عنه بعد كل اللي عمله فيك. مش بدافع عنه يا هدى، أنا يمكن أكون أكتر واحد مظلوم فيه، لكن جايز أنا وهو نخسر بعض، إنما أنت مش مفروض تخسريه أبدا، ده جوزك وأبو بنتك. يلا يا هدى خشي خدي بنتك وارجعي بيتك. يلا. لا يا بابا، والأول مرة بقولك لا، أنا مش قادرة أشوفه، مش قادرة أكلمه، مش قادرة. معلش يا بابا، بعد إذن حضرتك نسيب هدى ترتاح شويه.